كان اليوم محتل من إيران عبر مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني بيحملوا هويات لبنانية أي حزب الله. هالحزب اللي بيشتغل ليل نهار لتأمين مصالح إيران ومشروعها الاستراتيجي والسياسي بمنطقة الشرق الأوسط. احتلت دول، عبست بأمن دول، فقرت دول، جوعت شعوب، هجرت شعوب وقتلت شعوب. سميلي دولة وحدة موجود فيها مجموعات لإيران أو عم تتدخل فيها إيران، ما وصلنا لأتعس من اللي وصلنا له بلبنان. حزب الله يقول أنه هذه منطقة متنازع عليها. الدولة اللبنانية بتقرر إذا هو حزب الله ما محترم الدولة اللبنانية ولا معترف بوجودها. نحن بتعابيرنا السياسية واليومية منقول ومصرين أنه حزب الله هو ميليشيا احتلال إيرانية في لبنان، لا يمت إلى لبنان بصلة، واللي كان عم بيحاول يلبنه أو يتحاور معه بكل السنين كنا عم نقول له أنت واهم. هذا الحزب عنده مشروع استراتيجي، هو جزء من الحرس الثوري الإيراني، هو قوة احتلال وإرهاب بلبنان غصبا عن الدولة اللبنانية، غصبا عن إرادة الشعب اللبناني. هو يقرر الحرب والسلم، هو يرسل المسيرات ليعمل استعراض منه توجيه رسائل ومنه اطمئنان لجماعته لبيئته المنهارة اقتصاديا، واللي عم تسأل شو نفع المسيرات وشو نفع الصواريخ بظل انه نحن شعب جوعان اقتصاديا منهارين، ما عنا لا كهرباء لا ماء لا أدوية.